صباح الخير. وين نسينا الصبح خلف قبل تليفوني خلفه يا رجال. خف علينا خف علينا. السلام عليكم. جود مورنينج. كيف حالكم؟ نحن ابو جود مورنينج. انتم شو عاد؟ الله اعلمكم. ترى نفافة فلذلك الجو ما بمالنا شيء خارج. كان في اماكن مغلقه هاي المكان اللي نحب نكون ساكنين فيها. بس بحبين بلكونك نشاهد هالليل مطر. ترى ما لا والله يا اله الا الله يا القراده ما كفاها. الله العظيم اقول لكم شو اصبحتوا. بني طاهر خاربه يرسل مسوياكم ما رمت ابوي ما ينظهر. اقول لكم ها داز بجوتي رياضه وقلابيه بحياتكم شفتوا جوتي رياضه ويا قلابيه. شو السبب؟ ام محمد يقول ما حطت لي حطت كل شيء ما عدا الزنوبه. هب زنوبه شيء شرات الزنوبه هي ما بزنوبه يعني زنوبه لكم الزينات يعني. فما حطت في من ضمن السامان اللي حطت كل شيء كودت لي كل شيء ما عدا هاي النعال. عدا دوم احتاج لها انا من امك مو بعد. الحمد لله شقت قوم اختي عدالي شيء كبت عند الباب. يمكن بقول لكم 100 نعال شيء فيه من هاي مال سربجي السيروليه الداخليه يعني. اقول لكم والله برد. قال لي ما شيء برد لك الجو. هيوستن في اليوم اربع فصول يستوي اليوم الواحد حر وبراد ورطوبه وبرد ومطر ونفاف ويعني تغير من وقت الى اخر. الحين ظاهره واني بصور لكم شويون ما رمت قلت حلوه. لا وانه المكان دافي. لا والله لا دافي ولا الله قال يوستن بارد بارد يعني مش برد. فرق بين البرد والبراد. برد وهلا تشوفون البيوت كلها مزر ابوي عرب كلها وادب لين عينها دور ما دار المكان شيء فلل بعد على طرف هاي ثلاث اربع لينات البنيان شرق وغرب وشيء فلل مستقله. لكن هاي الانس شرحات هاي يعني الحين هاي المبنى اللي تشوفه شقه شقتين ثلاث ها فوق روحين ثلاث شقق شقه مغرفتين وشقه مغرفه وصاله وشقه مغرفتين. هل مشاهدتني هاي غرفه وصاله واللي على اليمين غرفتين واللي على اليسار غرفتين وانت ساير لين تحت وعلى هالمنوال ياك الطليلي حليل قافط من البرد والله ولا يعود راح ما يندرى راقد واعي الله واعلم به اكيد راقد. لا والله صراحه ما يتم راقد ينش لكن يا مخاتل لين حد يسمع خرخشه من يسمع حركه في البيت ولا ادنات الدون عفد. ما زين المكان زين كان في الليل موحش. يلا قطعه موحش موحش في الليل كان حين كمنظر جميل. كان برد 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 يعني ما ب ما ب ما ببراد برد والله انه برد برد صدقي يعني. يلا برد ما نامس خلاف هذا. العرب سووا لي قصة وياها ما صوت لكم الشطاف الله يعزمكم سامي في العمام. العرب كلها سووا لي قصة شطاف وفي أمريكا ونحن أبوي نسير ونرد ندور شطاف ابتفك ونشل ويانا روحنا وما أدري نسوي أنت غرب. أبوي المكان اللي أنا فيه هذا كله المكان هذا أظني مسؤولة عن حرم عراقية ما تعرف شو أظني مكتب حرم عراقية. فأظني مسوي كل الحمامات كلهم فيها شطافات لأن كل اللي ساكنين كلهم عرب. كل عرب فقارة شو بيسوون؟ بيوبلون يسمونه محليه ما يروحون. كذي جاي انا المكان هذا باكثر من 10 15 سنه من قبل وديتين ثلاث كذي جاي ومنبولهن المكان كله فيه شطافات. كل مكان فيه شطاف. نظرا للحايته الناس تحتاي وحتى الاجانب الحين اللي يسكنون هني كل يطلبون شطاف. الانجليز روحهم هب الانجليز الامريكان يعني. والله المكان فنان زين. لكن ان شاء الله نبي نظهر بعد شوي. العلم عند الله وين بنسير وين بني. لكن نحن جايين ابوي جيتنا عنوتنا من ابو ظبي لزم عند اختي حصه يعني. نحن جايين ما عن كشته جايين نجلس ابوي عندها 10 ايام يكون مكرسات لها هي.
جايين عسبها، جايين زيارة إعادة المرضى، شو يسمونه؟ المهم زيارة مرضى، وبنسوله بنرمس بنعيش لنا كم من يوم في هالأجواء الفنانة وخلاص. ترى أنا بنسوي اليوم بعد جايت لنا دعوة إن شاء الله على عشاء بعد، بتحق بنت أحمد، يا بنت أحمد ليش ما تعذرتي؟ نحن جايين بنجلس وياك وبنسوي بنخط في كل مكان، لكن بدون قالوا لا عازمينكم ابوي الميل اسمه الريايل اللي في الكمباوند هاي اللي نحن فيه. قلت له حول ابوي استعذوا، قالت ابدا، قالوا هاك هاك اليمين، لا بد خالد واخوان اليوم ابوي عشاهم عندنا. قلت له حول قوه اسميها مصيبه، عاد خلاص عاد بنصوركم منو لي عازل كبيستوا اليوم نحن في الليل عندنا، انتم الفجر عندكم، لا بتشوفونا ولا بنشوفكم، احنا اللي نحن نسجله العالم الله الحين حد يشوفها ما حد يشوفها، العلم عند الله سبحانه وتعالى. صبحكم الله بالخير. احد من العرب عدالي اليوم مصبح. ها ها كر الله. صباح الخير. شو؟ الله كريم. بدون صباح الخير. كلهم يتخبرون عنكم الصبح. صلاح وين وصلاح وين وصلاح، هذا صلاح ابوي. شو رقد زين البارحة؟ زين زين؟ تمام. ما شيء ازعاج؟ لا ازعاج. زين. بوم بوم بوم. ايه مرعد هذا حبيبي، لا تحت صراحه، ايه ايه مرعد مرعد طول الليل، ايه والله مرعد طول الليل ما وقف المرعد ما شاء الله. لا 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 لا، ايه والله هنهن الرعد سالت. زين تمام. انت تمام؟ تمام كل شيء زين. ايه امورك طيبه؟ تمام. تريكت له بعد اليوم جايتنا كميع الريجات من خاري وياينا كل خير من عندي بيوت يرانا ساحة كلهم هل الدار اليوم طال شيل كميع الريجات. آمين. بنسأل عاد إن قالوا برايكم اذكروا لسامي بنذكر وما طاعة وما باليد حيلة، شو رأيك أنت؟ ساحة. زين ثانك يو. عفواً. تكريس انزين اقول لك بتي ولا بخلابتي خلاف خلاف يلس صلاح يب ما بلحينه. هذا ابوي جايبنا ريوق من بيت من عند المناصير قب الحرمش، جايبنا هالعصيد الفنانه وياي طالت اعماركم بعد قرص ودلت شاي ودلت القهوه طالت اعمارهم. ها زين صلاح شفت شفت ترشي لك المناصير عصيده عصيده رقم واحد ولايتيه وقرص، ها قرص المناصير عاد بالوصف قب الحرمش على الله يعافيهم ويشافي ان شاء الله مرضاهم ومرضى المسلمين اجمعين. وين هذا بعد يا هيتي؟ من مدام مباركه. من عند مدام مباركه مرقوقه زمزميتين يا ايات، زمزميه قهوه زمزميه شاهي وياي طارت عماركم قبض خلاص يا رب البيت. هيا وين القو؟ انت انا هي يا طارت عماركم بعد مرقوقه مرقوقه من عند مباركه الراقي من هيان مشكوره يا من هيان طال عمرك وما قصرتي وكل شيء زين وكل شيء فنان وكله قاوي. ما ودنا ابوي على العباعه عبا حمنو بيرت هالدنيا كلها صحه. شكرا. تصور لكم اياها هذه على الله يحفظكم من عند الرواشد من عند من هيان طرشه سليط بالسمسم او بزيت السمسم، طعم السمسم مش موجود انا اعتقد اللي فوق هذا ما طعم فيه ريحه ذوابه، فلذلك اظني المقصود به زيت السمسم سليط بزيت السمسم. مشكوره يا من هيان مشكوره مشكوره بارك الله فيك يلا الله يطول بعمرك يعافيك ويعافي خويك ان شاء الله. عندهم عصير برتقال جريكه الهلمه تنتومي وين ها شو اسمها بشكركم؟ ايرين 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 يبي برند بس بوتل اورنج بشاور بروي العرب نوني قول لي هاي برند يبي هاي جريكه من كبره ما شي عليه صوره ها لكن شكر ريج شفتوه يوم يقول لك شكر معيون هذا شكر معيون ما في هاي المروره اللي تخليك تجلب وجهك من اول يقمه والله من الدردع الكاس درر ما تبغى به الا قلت يا حبيب النبي يسلم على الشبده وهو داخل مره مرحبتين عمي خالد
شهادك شو الأخبار؟ شو الصحة يدك بخير؟ عاد أعرفك على نفسي، أنا سلطان من أصحاب الهمم. نعم، وأنا أحبك، أقسم بالله أني أحبك في الله. نعم، أنك سوالف ضحوكة. نعم، الله يسألك سؤال ما تسألنا. عاد هذيك خريطة أمريكا، وين سأل وتصير لنا وترد لنا بالسلامة إن شاء الله. نعم، عاد أنا بنتلقى وياك ونسولف وياك، وسلم لي على صلاح سلام الوايد، وحب لي يا على راسه. نعم، وهذا علي أخويا. السلام عليكم عمي خالد، أعرفك على نفسي، أنا علي من أصحاب الهمم، وأحبك وايد قسم بالله. لو تشوف بس أطالع سناباتك، مرات يوم أسير أطالع بس سناباتي عادية، خلاص أرد لك يوم تصور. نعم، أنا نشوفك أول بأول مرة. الله يسلمك إن شاء الله. عاد يوم بتي لازم إنيك. نعم، في ستي بوك إن شاء الله. ونحن من المدى. أنا من مدام. منو هاي صلاح؟ من ياس. حبيبي شلونك، شو اخبارك؟ طمني عليك، بخير الحمد لله على سلامتك. الله عرفتني انا منو؟ عطوم واصلني. انزين، انت رحت ولا ودعتني ولا سلمت علي، انا زعلانه منك. تعب زعلان. مني هاي صلاح؟ عطوم على خطيبك؟ بنياس. انزين، ما عليه، هم ساكن بنياس؟ ايه. حلوة؟ ايه. أنا بقى حلوة. ها. نياس. اللي ساكن في النيات ما بحلوة. قال لي أبو زي تحبها ولا لا؟ ما بخبي الحب، ما بخبي الحب. تحبها ولا لا؟ عيد. بتأخذها؟ لا ما يأخذها. ما بخبي الحب. ها ما. ها بتأخذها؟ أمي يوم بقى. طب شو طلبيات كيكة عزة وواصلة؟ قرب الله تعدوك يا عزة، مقواك مقواك. طلبيات كيكة لين أمريكا سايرة، كان حد فيه في قوة لين هالكثر؟ ما أقول عن شيء. عليكم صلاح، شلونك شخبارك؟ الحمد لله على السلامة. أشوف كثرة وحبايبك. دير بالك بس أنا، ولا مثل ما قال خالد تحرك. ها 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 انت ايه ها ها انت ما ها ها المقص صاحب انت وتكلم صلاح كويت تفاح ايه من الكويت هذه ايه كم وحده الحين انت عندك كم حرمه تكلمك انت واحد هاي من الكويت واللي قبلها من بنياس استوان هنتين ومن دبي وشيخة الأولية مالت شيخة اللي كانت تكلم من الشهامة ما ترمى السبعة؟ لا متزعلين وي بتزاع صلاح ويا شيخة حين أول ما الأول إيه يا صلاح قديم ولا قديمة ما فيك عيد محمد وين شايف عمره؟ ردون السلام عليك الشباب كلهم أنا وقالوا البيت هني ما ينفع بدون محمد تعرفه طبعا هني من وعدي لحظة على التليفون مطع حتى يجرب سالم سلام عليك سلام عليك ابو محمد الحمد لله على سلامك هناك يعني دمك صار مخلوط بدم دمك وين ابو عبد الله السلامه على ابو كيكه شو مرزوق شو تقول كيكه كيكه من عنبك كيكه من 9 سنين تتذكر طعمها خلاص ابوي صلاح ما برأي مش العمر بالبرد يلأس ابوي هناك في السكن ونحن ابوي صرنا فيستا ناخذ بطايق تليفونات فيستا هذا جمعية بلاد من كبرها يبقى لها 13 يوم ونص لأن الواحد يقصى أولها من آخرها غير هاي اللي عدال وين نحن ساكنين أفخم وأجمل أنا أحب هايج و يعني حد عيبة هذه أنا أكثر تنزل لي هايج إن شاء الله بصور لكم هاي عادية يعني كان هايج فيها أشياء وايد وايد يعني أحسن أنا يعني لس كم مدة طويلة أحب لس أخذ الخضرة والأشياء اللي أنا أحبها من هنا
البيست اللي اخبركم عنه. يس يا امي خلي بالك على خالد. ها صدقها هو معك بالله يا علباك يا خلف. يلا انك ابو تروع بلاد تفو ترى تشرب ليعاد. ما شاء الله عليك يا خلف ما يرد عن الا كل الرقاد. والله كان ريت بنادم ما يود عن الا كل الرقاد. هذا اخوي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا الغداء الغداء اقول لكم اليوم غدانا بيكون زبيدي. زبيدي مطعم هني كان يماني اظني لو كويتي والله ما يندرى من وين. يماني يماني هي هو اللي يسوي هذا شو اسمه المطبق زبيدي. وقال لنا ابوي بنسوي غداكم اليوم طبق زبيدي. وخلاص ما اخبركم العلوم كلها. هذا الفريج عاد اللي بر اللي قريب من السكن اللي نحن فيه. اللي هذا احنا ساري شو ها شو اول البيت اول ما يشطنونه هنمونه بليه وتحطب او عقب ابوي يلبسون حجر وعقب تعالوا هذا بيتنا نحن ترى هذا كامب شو اسمه عبد الله كامدن هذا اسمه هذا انا هو ساكن كامدن. شوف شيء اسم الماني البوابة الرئيسية مالت المبنى المكان اللي نحن فيه وتدخل عاد ثلاث أربع لاينات وهذا المبنى ريسبشن مالهم. مكان جميل يعني لا يختلف على ذاك اثنان. شو ما زين المكان. يس السكن والله موقعه في منتهى الروعة. واللي أجمل عن هذا وهذاك الله يحفظكم رندل اللي عندهم اللي تابع للمبنى هذا ما تابع له روحه يعني جمعية كبيرة اسمها رندل. بلاد من كبرها وفيها أشياء تجنن أشياء جنن عاد اللي تعبني أنا مال طباخ ونفاخ وأكل وما أدري شو وفواكه ومن كل ما تشتهي الناس أشياء جميلة. هذا شيء حوض صباح هناك بعد منو بيروي يسبح بهالبرد. ياوي البرد والله يا ابوك مني برد موت. بس المبنى ونطلع على هالمكان بكبره. شو هالرقاد شو هالرقاد شو هالرقاد صلاح؟ لا لا متقرفط انت. يا ربي يا ربي اسميك يا مباركه انك متعبله مشكوره يا مباركه مشكوره يا من هيان مشكوره مشكوره يا الراشديه يعلى الله يحفظك يدفع الشر والبلاء عنك. ما ودي انك معبله على عمرك هالعباله كلها. ما قصرتي بياض الوجه يعلى الله يسلمك يطول بعمرك ويحافظك. يلا قوم شو تاكل. ايه شو انت يا حبيبة صاحي وانت هاي محرك كله طالع افلام اكشن. ايه شو عيبك يا رحمن صلاح؟ لا حي تابع يعني إيه؟ يعني حي لو مات حينة اول ها اول بجد حي لو مات الرجال ما عارف انا انت ما تعرف. الله اكبر عليك. الله يسلمكم. مطبخ رجال يماني مسوي مطبق زبيدي. يمسع رمسته لكنه طالع تتيل هم طاعي يسجل. هذا ابوي طباخه وهذا ابوي لاتشر مال اليمنيه. ما تشوفين
أنا عبارة فيها أنا صراحة زاخ صراحة حصة أنا بحصتكم أوكي شوف بلاك تروع أنت كيف كل شيء مزوء وكل شيء يعني أقولكم صارت البلاء صارت البلاء طول لي عمرك تدلت ضروع من يعني صارت قلت يا بس صراحة تغديت أنت أشوف ولا شفتك نسي ها 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 شوي شوي على عمرك هيا ها هزي ولا بين الضروس حمام بابا الضروس الحماش يسوين معي خلي حي لا حبيبي لا تظهر في الصورة يظهر شكلك يروع بلي الضروس يلا زين لا حين خلاص عاد الحين صورنا كل العرب شافك زين شوي بينسون بتظهر بالضروس والصورة اللي بلي ضروس بتختفي زين يلا تعال ان شاء الله تعال مرة ثانية حبيبي انت ابوي من يينا كل رقاد نشينا من الغداء ورقدنا ولينا حين سكت ساعة كم 8:30 ونحن راقدين كنا معزومين على عشاء بنت عشاء وبعب برد بنرقد العالم الله لين الساعة كم ابوي هاي بلاد الرقاد جايين نرقد كان حد جاي يسافر من دار لينديرة يرقد نحن ما من دار لينديرة من قارة لقارة الله المستعان يلا يا الشيبي يلا يا الشيبي يتريوننا كلهم ها هي ما أبغى أنا بيا سكر هذا يا صلاح أيوة يا سلام يا سلام يا سلام هاتش ما هم يسوي أنت ليش دراسك عادة وقف سيدة صبر هذا ما بعد له بس يصير عند العرب الحين بيقولون شو هذا ما بتلبس زين شو الجوتي وين يبين عند ريل واحد ثاني ويني وين اكو يا ربي مك يا صلاح يا اشو يا سلام يلا حطيت البرفيوم برفيوم يلا يلا صلاح برفيوم ماشي كده بعدا عاصمه لا لا صبر صبر بتفرهم ثمين 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 في صلاح ها صلاح جايينك هدية من شركة ثمين تاها قول قلت لهم شكرا يا سلام يلا ثانك يو عفوا يا سلام يا سلام ما شاء الله عليك ها شقيقي يلا يلا كيف الحال خير يلا مساحنا كاتب لك أصغرك شقيق وشقيقي واحد عارف اللي شقيقك يعني ترى اللي مش خليصك انت غلطان خلف خليصك حطينا في جوجل طلع ابوه شقيقك يعني اللي من اللم لبو هذا بعد ادوي قلنا له غلطان قال لا بدل الشقيق يعني اللي بس من اللم هب من اللم واللبو يلا ها صلاح رايته ايه يلا صلاح يلا ها صلاح برد وين يا برد ما شيء برد صلاح خلاف ترى قدامك كذا محدرانية كذا منحدر ها بتصير يا ينزور مريض الحين يا خلي اثنين صلاح قاعد يبشك شرات هذا شرات الصور اللي بلي بتريهن مفضي ها آمين ها صلاح سلمت على العرب هذا الرجال اللي عازب منك ها سالم يا مرحبا كيف حالك كيف انت ايش حالكم شباب كيف والنعم والنعم والله والنعم ايش حالك سالم كيف انت الله يسلمك ويحفظك يا مرحبا ارحب 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 ربا صلاح يا الحجي وصلنا عند الجماعة ولنا إن شاء الله المكان ما يشل من الخلق كم بصور كم بطال كم بطال هذا راعي المكان راعي الميلس أعتقد أن هذا اسمه سالم وهذا عدالي صلاح أخوي ها انت سايق هذا واحد مختلف مع علي ما شاء الله عليه حطوه على جهاز وانبني الشوار وانبني الشوار
فتش تليفونك انت يا بابا الأشياء نحن تولي تغلي هناك عميل اسمه غير بالحول من شركة مبار داخل سعيد كيف حالك؟ الله يعافيك وش حالك؟ كيف انت؟ نتشرف بوصولكم الله يحفظك وسهلا ويحفظكم كبيركم وصغيركم جزاك الله كل خير يا مرحبا وسهلا يا خالدي واخوانك كلكم الله يبارك فيكم رفع من قدركم مشكورين مشكور حالكم جزاك الله كل خير يا مرحبا وسهلا كم مبسوطين وطيبين والله من شاف هاليمعة الله يخليك من شاف هاليمعة وهالويوها طيبة ان شاء الله ويخيض عليهم ان شاء الله من كل شر ما قصر اللهم لك الحمد الله يلهم ونعيمهم اللهم لك الحمد هاي نعمة يبقى الحمد نعمة يبقى لها حمد وشر نعم. شكر اللهم لك الحمد والله ان احنا عايشين عيش محد عايشين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله شيوخنا كبيرهم وصغيرهم الله ان شاء الله يحميهم يا رب يا رب ان شاء الله ريالهم في الطريقه جزاك الله كل خير كفو والله كفو كل يوم هاي معتكم فيها الميله كل يوم تجمعوا نفس المكان الحمد لله يوم المجلس واخوان ومعارف كنا هذا ما شاء الله الحمد لله رب من هذا المجلس تعاون كنا الحمد لله ما شاء الله الحمد لله الميله سن عامر يا رب العالمين ويونا خالد اخوانه وطول الله مارهم ما قصروا وسووا لهم احباب وايب تمام كل شيء تمام الحمد لله رب العالمين وهم يستاهلون من هالوايب الله يطول عمرك يا حبيبي صلاح كيف حالك ها جيبوني يوزونك كلام شني يقول لك بس كلام صلاح ها صلاح 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 ها ابو سعيد هني وانت ما حفظت الا اسم سالم شو اسمه الرجال خالد سيب سبب مشكله هذا ابو سعيد مرحبا الله يرحمك شيء قاصر عندكم هنا لا بد ان طول الله اعمارهم شيوخنا ما مقاف خلينا علينا قاصر طول الله الموظفين اللي هنا المستشفى المواعيد نشكر شيء في صورة ما بد ان ما شيء قاصر علينا الله يخلي دولتنا ما كل شيء لا مندوبين اللي هنا ولا اللي شيوخنا اللي في بلد الله يا طريق بين مواعيد وسيايير كل شيء كل شيء موفرين هنا سيايير موفرين هنا وكل شيء الله يخلي دولتنا من كل شر ان شاء الله اللهم لك الحمد اتخاذ موفرين ومواعيد موفرين وسيارة موجودة وكل شيء موجود وفلوس موجودة وما مخلين على نقاصة اللهم لك الحمد كنا عند هنا وعيال طول الله عمرك الى الله يقودكم سالمين امين طول الله عمرك يعرف ابو سعيد يقول لك صلاح انت وين شايف ابو سعيد وين شفته وين شافك في المطار وين شاف يمكن يشبه صلاح كان هذا كامدن اللي انا فيه عباره عن مكان كبير يعني فيه
كذا كذا 100 وحده سكنيه، واغلبيه العوائل مثل ما تعرفون كل المساكن يتجمعون، الحريم لهم يارس روح والرجال لهم يارس روح، وهذا الميرس احد اليارس اللي يتجمعون فيه المواطنين من الامارات من دول مجلس التعاون كلها يعني يتجمعون، لكن اغلبيه 99% من المتجمعين اللي كلهم من هالامارات فيتجمعون يبسون يتسامرون، هذا منهم يخبر بيعه تفاصيل مدى فترة العلاج شو اللي استوى، وهذا منهم يهون على ربيعه، وهذا يرمس وهاي يسولف يقصرون دوب على بعض، والعلاج ترى في سائر النهار كل مسألة تحرق اللهم لك الحمد، كل اللي يشكر وكل اللي يقول الحمد لله أمور الحكومة ما بمقصرة. قلت لهم أنا جيت قبل أخبر وسعيد أخبره، أنا أقول له أنا جيت قبل 10 سنين نفس الترتيب ونفس المياه، لكن الناس تختلف تتغير، حد يسير وحد اللي يكمل علاجه توكل على الله، مكمل علاجه توكل على الله ورد بلاده، والدنيا الدنيا ماشية على هالطريقة يعني، هاي سنة الحياة يعني، حد يولد حد يموت حد يكبر حد يصغر حد يسافر حد يجي، وهالمكان مثل ما هو من أكثر من 12-13 سنة والناس تتغير وترد، حد يسير وحد يرد حد يسير ويغدي بخير وتم في بلاده الحمد لله رب العالمين على أفضل آخر، ما شاء الله الناس مبسوطة وفرحانين، وهذا منهم يخفف عن ربيعه اليمعة والسوالف أروحها يسوكر، هذا نحن أسلوب الشعب الإماراتي داخلها وخارجها ميالس، ما عندهم أسلوب الرغدة يا جليل قله من قله لا تذكر هل الرغدة، لكن هل بالميالس وهل بالمبارز وهل بالرجال اللي فيها خير يعني رقم كبير يعني. صلاح حبيت لايم هذا كله؟ ما تصور على كل شيء خلهم هاي اضيفه الجماعه هذه على الجماعه خارح يتعازمون منو اللي بيم منو اللي بيخن شرفتونا اليوم الله يرفع يرفع مقداركم يحفظكم نعم واسعدتونا زيارتكم الطيبه هذه صلاح يعرفك شو قال لك من يشوف حد صار قال ها تعرفني قالوا هنا نعم نعرف يقول بسير دبي كان الله جعلنا من الحيين من الحيين ها صلاح هالريامي وين كيف عرفت انه من السعوديه هذا الدمام ها ورد ورا وين ورا المسيد اللي في الدمام ايه حساوي حساوي من الحسا لا صار شكل ما من هالحسا بالحسا انت لا ما من شروره من شروره حبيبي بشروره يمبلة على حدود اليمن ايوه يا بارك فيك يحفظك مريضك ان شاء الله يحفظك يخليك جزاك الله الخير الله يحفظك محمد تبي الحر ماشي لا لا ها محمد يسعيد مفريده منصوره الله والنعم 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 وين سكون انتم سكان ابو ظبي لو الظفرة ابو ظبي الخالديه كمان وين عن التانكي؟ تحت التانكي ما تحته؟ تدري هي هي عند باب الحديقه انت تدري الاول نحن نطلع رحله الحديقه هذه هذا التانكي هذا اللي تشوفه انت لو نطلع كشته مبات ونقيل فيه الرمله هاي اللي تحت التانكي والله هبد هري والله نصر الاول بعيد هذا الحين نروح من المطار رحله ان شاء الله لكن التانكي ما وصلنا اي والله التانكي هاي مش لكم مسكنتوا الخالديه انتم وين مستوي؟ وين طايح؟
لكن اللي كربيت في الخالدية. الخالدية من وين يا أهل؟ لو شيء شعبية أنتم بيوتكم. شعبية. في الخالدية. شعبية وبعدين أول شعبية. شو اسمها هي شعبية الخالدية اسمها؟ خالدية. كان مناصير كلها مناصير. شعبية المناصير. لا المناصير وراء. آه. لا مكان بقعت احنا المناصير ساكنين لا 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 انا اللي اطريه اللي اطري وين التانكي ما لها اسم في المناصير وزارع لكن هي اسم وتعرف عليه الخالدي الخالديه الخالدي اسمها الخالديه انزين وين النعت التانكي تانكي هذا تانكي الخالديه معروف هذا هو الوعد تانكي الخالديه هذا اللي انا اطريه الحين وتاكل الخالدية الحين عزم وفي عين الماء نص البلاد هو المشهور كان اول سبحان الله من اخر الدنيا لين اليوم موجود؟ لين بكره هذا تاكل الخالدية منو يعرفه؟ يعرفونه اللي عايشين زمان الطيبين الاول اول هذا الملتقى ملتقى رحلات الكشتي يعني مال مجيل ولا مبيت ليله ايام البراد فيه رمله بيضه حين محيه بدور ما دارها مشبك ما حد يوصل وين التانكي شفتوا غير مازم شرات المزار مازين هم الرمله السمي عاد انت خالد يا مرحبا والله لازم عاد اربس وياك الله يسلمك خالد كيف انت؟ بخير هالعين؟ نعم كمل كمل كم الحين صار لي اربع شهور تقريبا وشوف الخامس سبحان الله والحمد لله بدينا بعلاج علاج طيب اللهم لك اللهم لك يعني احسن انا والبوي الحمد لله يصير وي الحمد لله انا كل يومين اجيب الفيروس اقول وين وي ليش؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله تكلم وسولف يصير وي روح نعمل لازم يقولوا له لك علاج يبقى بس الصبر نعم الحمد لله ما شيء غير الصبر نتوكل على الله سبحانه وتعالى جزاك الله الخير طول العمر اسحابك انا جاي بس مخصوص على سب المال ازوركم انتم وسالف صح؟ جزاك الله خير اللهم لك الحمد ايوه الحمد لله وين الله يرحمه أنا فرح بشوف جماعتنا كانهم في الدار ولا غير حتى في البلاد هناك ما أخلي حد ما زيلة أفرح بشوف الناس ما بالك أنتم واجب عليكم واجب علينا نحن وصلكم أنتم إنسان اللي يتعالج وبتسير زورة كم لك تتم الأجل خليكم إن شاء الله أنتم جماعتنا وخلنا جماعتنا ولا نلقط الدورة منكم نطلب من الله أن يعافيكم ويعفو عنكم ويعفو عن كل يا رب العالمين الحين شو الموعدكم تشوفها طيبة المواعيد والمواصلات والعلاج حتى الناس الموظفين هنا عطية هنا القرصنية ما بقصني جزاهم الله جزاهم الله كل خير لأن طال عمرك الغنصلية والملحقية والمكاتب الطبية والسفارة ما يتنقلها إلا خيار العرب ويدورون فيها ويخلونهم يتوظفون في هالأماكن جماعتنا في الإمارات كلهم طيبين وكلهم أخيار يا غير يتنقون صفوة للأسف يتعاملون ويا قضاء حوائج للمواطنين خارج الدولة يدورون الإنسان السلس أشهد أنهم ما مخليهم مخلين عمارهم ينفذوا كل الحاجات الله خدمتنا في وقت حتى صارت جزاهم الله كل خير كفو 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 الله يطول بعمارهم ويحفظهم الله يطول عمر شوف آمين آمين لا مرة ثانية خبرني شو توك تقول لي؟ قبل ما هيك كنت عارف في مستشفى بارجيل عشان الأسنان زين كاتبين لي موعد زراعة أسنان بس مستشفى البارجيل وإن شاء الله يوم برجع برجع لهم لبارجيل ضروري تروح حق الدكتور هذا اللي هو دينا صلاح وسأل أخوي خلاص دكتور اسمه دكتور حسان بروفيسور يا رجال أمس قالت عملية الصلاح قال 45 دقيقة نزلت وإني بركب سيارة بأخذ لي لف وبرد بعدها ما يبوا سيارة من بالي باركن قالوا لي رد خلص العملية 12 دقيقة تابعتوه انتوا شفت الدكتور حسان هاك صيروني قالي تشوفها وروي ها لا نفس الوقت نش لك حين شو يقوله صلاح عيب الرجال جاي انك تقول له مينون ولكن صلاح خلاص بيزعل عليك بيزعل صلاح اسبوع
بيزعل الرجال الحين. ليش تقول لي مينون؟ قول لي سوري. كم تمشي كم تمشي يا حينة؟ كم تمشي؟ ها؟ ما شاء الله ما شاء الله. لا لا ما شيء زود برد. ما شوه متزربل. متوثج متوثج. شو يقول خلا؟ كي جي وين؟ الله يغنيكم يا سالم، يطول بعماركم ويعافيكم ويعافي مرضاكم يا رب العالمين، ويردكم بلادكم سالمين غانمين. والله بسمع. حتى حبيب صلاح ما تشبع من حتى حبيب. صلاح ما تشبع من هنا يشبع على هذول كلهم عندك. لا طلع عندك صلاح. ما يبي يخبر عن حد عن علاقته. يعني الله يحفظك. زين والله ما قدرت. الله يسلمك. كيف حالك؟ الحمد لله الله يطول بعمرك. تشرفنا بوجودك بيننا وبين اخواننا. غبي من العين. انا من دبي. نعم دبي ما شاء الله عليك. الله يحفظك. الله يسلمك. كم لكم هني؟ والله تقريبا 7 شهور ما شاء الله. 7 شهور. نعم هني القعدة يبغى لها صبر. تعرف انت العلاج ومرافقة المريض دائما يعني يبغى صبر. كم نوعك ما بصاحي؟ أنا عندي مبطي زوجتي. الله يحفظها إن شاء الله. الله يسلمك. ألف لا بأس عليها إن شاء الله. بارك الله. وين تكون دبي أنت؟ في المزهر. ما شاء الله. أبغى ندلل المزهر. يا الله. ما شاء الله أنت دار الطيبين. نعم الله يسلمك. الله يبارك فيك وحياك هناك عندنا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يطول عمرك. إن شاء الله على سلامة المهندس إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. يبارك فيك. شو الحين علاجكم؟ الحمد لله العلاج طيب والامور تمام الحمد لله. جماعه اقول لك القايمين علينا انا بالمكتب الصحي والقنصليه ما يقصروا والله العظيم رايتهم بيضاء جزاهم الله الف خير. ما يقصروا ما يقصروا جزاهم الله خير. الله يطول بعمرك. الله يطول بعمرك. متيامعين على صلاح ايش عندكم؟ متكاوشين على صلاح ايش بلاهم هالوادم؟ يقرون عليك لو شو؟ اباك تقول كلمه حق ام سعيد. يا ام سعيد سلام عليك. يا الله يحفظك ان شاء الله يا ام سعيد. خليك ان شاء الله. الوالد ترى تتابع دائما. الله يطول بعمرك. ما تفوت حلقه. رد السلام عليها. يا الله يحفظك يا ام سعيد. يعود لك ان شاء الله سعيد وهلا و... بارك الله فيك. الله يسلمك. وكل من يعز عليكم. يلا كرمكم الله يا جماعه. مشكورين وما قصرتوا. يا الله يبيض ويوكم ما قصرتوا. السلام عليكم. يلا مع السلامه. ها صلاح يلا قلت سلمت على الجماعه سلمت على الناس. مع السلامه. هي ها حقي بطلع عن هالدنيا كلها
ها بس صلاح شبعان شبعان صلاح عق عنها الكوت عق عنها هلا بس قلابيه اقول لكم ان الكود اللي اطريه يسمونه في البطين اللي فوق التانكي يسمونه ند كواس الحين جتني معلومه من ابو ظبي اسمه هو يسمى حد يسميه كود الرمل يعني تريب كود لكن هذا مش كود ند عود ند نقع كم مكبره يسمونه ند كواس وسووا عليه ابوي التانكي والتانكي هذا ما تحليه مائي ويغذي أظن البطين والمناصير ودائرة المياه ومنطقة الخالدية منطقة هيك كلها فيضخ الماء من مكان دائرة الماء والكهرباء الأول وين النادي السياحي هناك البار هوز مال الماء ما يندرى مكانه ولا شلو أتوقع أن يغيروا ما شيء هناك كان أمساك أنا ساير ما شفت شيء كان نهش المكان غيرت الكهرباء من هاك المكان ما ادري وين ودوها ممكن اعتمدوا على اللي في الرد تو الحين انها اسمها نت كواس اظني كواس الحين توني قاعد انور رديت حق المسج اللي قبله ترى هي يسمونه نت كواس اسمه الاصلي وبس بغيت اخبركم عن اسمه وانه موجود ترى لين اليوم لين بكره والتانكي بكبره موجود اطرافه حتى سود حليانه رغم انه المفروض انه ما يحلى فوق حقه عنب كم بيت بلي حلى ما ورى عليه من 50 سنة 60 سنة هالتانكي لازم بيحلى فقير الكيكه البارحيه اسمها الاصلي في كل بلد في الدنيا بلاك فورست صح؟ تعال كم هي يلا عاد What is the name for the name of the cake is colossal cake. No, it's, but before this. Before it was it's black forest cake, but it's not black forest cake because it's less shredded chocolate. Black forest is more shredded chocolate. Uh-huh. It's the garnish, but this colossal cake it's less. But in the all the world they name the name for this cake. Same like. Black forest cake. But not the same. No. This one it calls colossal cake. أيوة. فحين الكولوسال كيك مثلا هذه مثل يقول لك والله كل مطعم لأن عندنا برياني نزيل عندكم برياني لكن هو البرياني الصح لا البرياني الصح يوجد في مكان معين يعني أو عند ناس معينين أو مطعم معين يعني هو اللي خدمه الصح أو والله البيت الفلان البيوت والله نحن نخدم نسوي نخبز محلة زين هل محلاكم أنتم شرات محلة الفلانيين بيقول لك لا نحن نخير لكن منو لا يعرف المتذوق يقدر يعرف إذا المحلة هذا محل الرفيع الفنان الغاوي اللي تنفخ هاي سكة هناك مصير يومين هذا اسم المحلة فلذلك فرق بين محلة فلان ومحلة البيت الفلاني فشيء من القبائل شيء من العوائل شيء من البيوت وشيء من الطوائف يتميزون بخدمة معينة يقول لك خدمة الفلاني الساعة والله ما برم البيت الفلاني رم البيت الفلاني يرمون هاك الرم الفنان يعني يتناع توبة فلذلك الكيك هذه لو موجودة بطرشين لي جماعة في الضيب موجودة عندنا في البلاد إلا أنت ما تصير ولتي أنا ما أصير وهي أنا أبوي ما أخلي بقعة ما أصير لذلك تام طعم الكيكة هاي في على لساني من يمكن أربعة حوالي 9 أو 10 سنين ومن هاك أنا بغي دم ضروسي أصلاً شوكولات كيك ولا داني بعشت الله ما دريت بأن فنان إلا عندهم ويوم كلتني تميت أكل في كل بلاد في الدنيا العودة ما خليت بلاد في شرق الأرض مغربها ما شد ورديت حق الكيك هاي مرة ثانية هل قطيع $9 ولأنها how much is it شايف فلبين فرينا يعني $4 قيمتها هالقطيعة وتخيلوا هي نفس الطعم من هاك سنين لين اليوم يا سلام سلم آمين آمين يا صلاح يقول لي عنبو أنت محروم ما شفت خير ما بقضية ما شفت خير ما طعمت هالنمونة الكذب زمالت الردية ما يستوي الواحد يخوط على عرب طعمت شراتة بقول طعمت
شفتوا البيت كم يسوقون العرب، وكم يصير محلات، وكم يصير كوفيهات، وكم يصير مطاعم، وكم مسافر. شيء أكثر عن الكيك اللي في طوكيو، أجمل كيك يوجد في الدنيا العودة والبسكوت والحلويات في طوكيو وفي بلجيكا. مبشرت هذه غير أقولكم. ودك تعق الكيكة هالكبير بطيع منها وتعقها في طرف تمك وتازم تلوتشة تلوتشة، خطر عليك ترقد وانت تلوتشة من كثر ما يهون عليك تصرتها، ما ودك تصرتها من كثر ما هي زينة. كما أنا رمست لها لهني حين وبخصوص اللي يسألوني عن الكرت مع العنوان الشركة اللي تأجر الشقق هاللي نحن فيها، هذه واحدة منهن. ها شققهم فخمات وتلفزيونات وفراش فنان ومطبخهم الثلاج العود، يعني شيء وايد فنان، ويعني واسعارهم موافجة مش وايد غالية. فما أدري بكم ما أدري بكم يبون العرب يبون الناس اللي يبون يجون هيوستن مثلا العلاج ولا عنده مراجع ولا شياته يبون الكرت مال اللي أجروا حيث تخبر له القلبات المني بالكرت. على طار الكيكة اللي تبني حطيت لكم صورة ما يندربها الريال ولا الحرمة وين كان وخذها الكيكة وصورها إلا بنت عم كيكتي اللي أنا أطريها، لكن هاي غير وهذه غير. آمين آمين. صراحة كل ما قلت شيء قال آمين. أقولكم بعد يعني توى تعليق بالنسبة عن اللي يتمساء هاي الجمعية اللي اسمها فيستا. فيستا يقولون هاي مثل السوق العادي، يعني السوبر ماركتات العادية يعني اللي تحت البنايات والجمعيات العادية، يا غير رنتل هاي اللي نحن فيها حين هذه ما صورتها لكم، باكر إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحين بصورها. هاي مثل أفخم الجمعيات التعاونية، عاد ما فيها حط مسمى من الناس تأخذ عليه بعدين، من أفخم الجمعيات يعني الشيء اللي أفخم وأخير فواكه أتي اليوم بيوم الطيائر موجودة عندهم هذا الرنتل. هي والله شيء زين يعني. إن شاء الله بكرة بصوركم إياها الجمعية مرة ملاصجة السكن اللي أنا فيه، هذا المجمع هذا اللي أنا فيه كامدن مرة فظهرة لاندريها بصالونات رنتل شوية أظن اسمها رنتل شوية أغلى عن كل مكان، أغلى يعني شيء زين مستوى الدنيا غالي ثمن في كل مكان في الدنيا العود، لأن الكواليتي ونوعية الأشياء اللي معروضة عندهم، طريقة الخبز طريقة الخباز الأشياء الربيان ربيان أشكال وأنواع عندهم من كل البلاد ميوب، السلمون مليون نوع، حتى الصفارد الحبر السمان الطيور البط الوزل كل شيء كل شيء في الدنيا العود موجود. لا بترقد؟ لا بعد لا بعد تجرب؟ أشوف صلاح بيموت على الأفلام. شو استوى صلاح في الفيلم؟ شو استوى في الفيلم؟ ما أعرف. شو أستابع من الصبح؟ أشوف إذا ما أشوف. نحن أبوي في هيوستن مساكم الله بالخير، وبالنسبة لكم أنتوا صبحكم الله بالخير في الدول اللي من غير. هي فرق بيننا وبينكم ما أدري كم، تزيد عشر تزيد عشر ساعات وترد تخف منها هنتين وتجلب الليل نهار. انتوا الحين عندكم الساعة ظنيها نحن الحين في هيوستن الساعة هنتين في الليل، وعندكم انتوا الساعة 12 الظهر نص النهار الحين وبيدنا الظهر عندكم. نحن بعدنا رقاد ما رقدنا اليوم، عاد نحن رقادنا غير نمون راقدين ليل مغرب ليل مغرب جريب العشاء الساعة 8 رقود رقادنا مت 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 متغير المراد عدو خاز الرقاد هب خاز الرقاد لين يترتب الرقادنا الرقاد وهذا يبال وقت. فقلت بعد لكم قصة، والقصة قصة الله يحفظكم حقيقية مش خروفة من القصص الحقيقية. هذه القصة كد عدنها نمد وياني كذا 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 مسج من عند الشباب من عند الواد ولا مغير يبون يعد لهم إياها مرة ثانية، وإن شاء الله قلت في خاطئ يحب العرب اللي ما سمعها بالرغم أنها موجودة على اليوتيوب في قناتي، لكن مرة عمرتين حيو حاية على ما قال متوصف. فالقصة هذه لها مثل، المثل القصة الله يسلكم حقيقية، المثل
دنيا يوم قبلت يتبش عرح تنقادي يوم دبرت ما فادي سلاسل قطعت. زيد الخشيم الله يحفظكم شاعر من شعر الرياض الأوليين يقول دنياك دنياك لو ورت لك الوجه بسرور شينه يزين ولو عمنه البصاير ولا دبرت ما ينفع الراي والشور ولو مليت من الحرس كل عاير. والشريف يقول بعد إن قبلت لك الدنيا جاد حظك واشترى لك إن قبلت لك الدنيا هاي الدنيا من تجبل عليك خلاص أبوي ترى مجبل عليك خذ أبوي كل شيء بيديك وريولك وندبرت عنك لو بتسوي اللي تسوي ما شيء فايدة خلاص الدنيا ودرك خلاص وآزم تنتهني وهي طرقت عنك آزم تنت مكانك لأنك أقبلت عليك الدنيا أنت ما اغتمت الفرصة خلاص ياك حظك الشانس مالك هذا ياك مثل حين العرب هاي اللي في تشوفون اقتنى بين يوم وترك بين عشية وضحاها أصبح الإنسان هذا يملك مال قانون مال قارون وفجأة افتقر هذا حال الدنيا عسب شي القصة هذه قصة الدنيا دواير مثل اللي تغانوا في الأسهم وفجأة سكت أسهمهم المليارات مثل اللي تغانوا في سوق المناخ تحيدون في الكويت مثل اللي سووا ثروات طائلة بالكسب السريع بدون اجتهاد وما عرفوا كيف يحافظون على حلالهم رب العالمين أراد لهم زوال النعمة هذه يعني مثل وايد يعني ملموس وحد موجود عندنا لين اليوم وحد مش موجود يعني حال الدنيا من المحال دوام الحال من المحال فالقصة هذه واقعية 100% حصلت في الرياض الله يحفظك القصة هذه حصلت الله يحفظكم في الرياض سنة 1270 هجري يستوي بالميلادي 1870 يعني شوف من قبل كم سنة وهاي القصة كان يوجد تاجر التاجر هذا الله يحفظكم اسمه عبد الرحمن بن غيث التاجر هذا من أغنى أغنياء أنتي الرياض وكان راعي قصر وعلم وخبر والناس الرياض كلها بزمها وعراها باللي فيها كلهم يدينون امنه وبيت ومرمس وبرزه وساير وياي ويشق ويرقع وعلم وخبر وبيته كل الضيفان اللي أول ما تجب الرياض يجون عنده اللي بيستريح واللي بياكل واللي بيشرب مبرز وخدم وحشم وعلم شو بقولكم يصدر ويورد شيء ما شاء الله بالعظمة يصدر ويورد معناه فيه انه يعني راعي اخذ ومعطى وراعي علم وخبر ويدين العرب ويامر وينهي فجأة بين يوم وترك ابوي ضاع ما وراه دونه افلس الريال دارت الدواير عليه دارت الدنيا عليه وافلس آزم ما يملك عشاء بيته ما يروم يجيبوا دام البيته القصرة هاك بيت العود ما يملك ما تطير به الدبابة عليناها بين عشية وضحاها مثل هذا الحين ملاك لسهم تلقطهم يوم مليون سيارة قدام بيته نهار ثاني ولا عايزان حتى يصب بترول فيهن وينش يبيع من طارف لين يرد بويه على موتره الأصلي قبل ما يبتدي لسهم هذا حال الدنيا افتقر الله يحفظكم عبد الرحمن بن غيث افتقر عبد الرحمن بن غيث وامتحن وين بيصير يدق براسه ما يبي يبين الهله والهل بيته انه افتقر وين بيصير وين دارت خرايط راسه سعود بن الاسد ريال ينقال عنه سعود بن الاسد من اهل شقره ينضرب الوصوف الكرم وقضيان حاجة العرب هو مثلك انت يا عبد الرحمن بن غيث في الرياض ركب ابوي فوق بطيته عبد الرحمن بن غيث عليك اللي ما تضيع الدرب ما يوده ميود عن منو عن شقرة مثلك انت يا عبد الرحمن بن غيث في الرياض قبل ما يفلس وتم يسمع عن ريال اسمه سعود بن الاسد والناس كلها
ضايع صيته الأول، الناس تضرب له وصوف منه، ما يضربون له وصوف بالإنسان اللي راعي زين ولا راعي، يضربون الناس الوصوف بالكريم بالكرم، راعي العلم الطيب، راعي، ما يذكرون الإنسان اللي فيه أي سمات من سمات اللي ناس حينه الصيح منها، لا، أول ما تطار العرب الكرم، فلذلك العرب الأول يتباهوا بالكريم. صلى الله يحفظكم عبد الرحمن بن غيث شقرة وياه سعود بن الأسد، وياه قال لهنا عبد الرحمن بن غيث من أتجر تجار الرياض، واليوم قدر الله علي وصار ما صار، اليوم ما في بيتي عشاء عشية، وأنا أبوي ما روم استحيت أبيع قصري، قصر عندي غنيالي تطرد به الخيالة، لو ببيعه أطعم على الرياض 10 سنين قدام، لكن أنا بتلحقني السمعة أن افتقر عبد الرحمن بن غيث، فأنا ما أريد الناس تدريبي أني افتقرت، ويأت عندك أنت أنك أنت تشوف لي طريقة أني تسد حالتي ولا تقرضني قرضا حسن، ومن تتعدل أوضاعي إن شاء الله برد لك الغاطاطي. الحين أنت أمس وعين من الله خير، أنت يا سعود بن الأسد يخبر عبد الرحمن بن غيث، قال له أبوي أنت حين واصل عن ثالث سفر، خل مطيك أبوي عليهم وعيد من الله خير، وإن شاء الله من أصبح أفلح. أمس أكل مساء زين الطيب على عشاء وعلى هبات ريح وعلى الدسم، وأصبح أبوي الصبح يابله المبلغ. أنت يا سعود بن الأسد، قال له هذا المبلغ قرض الله الحسن، واشتر وبع، وقت ما الله رد عليك حالك رد علي حلالي. عبد الرحمن بن غيث قبض المبلغ وخطف اليوم الأول والشهر الثاني والشهر الثالث، يبيع ويشتري وعندك ودونك، رد حاله واعتدلت أوضاعه واعتدلت أوضاع بيته، ورد أبوي فتح الميالس والعلم والخبر الأول يرد وزانت علوم، واستوى البيت أبوي مضيع شرات الأول، وتعدلت الأوضاع، وخطف الوقت ويا الوقت، وخطف الوقت ويا الوقت، خطف الوقت سنتين والسنة الثالثة والسنة الرابعة، أغرته دنياه عبد الرحمن بن غيث، ونسته الدين اللي فرقبته على سعود ولد الأسد. سبحانك يا رب، دارت الدوائر على من؟ على سعود بن الأسد، وافتقر مثل ما افتقر هذا الأولي عبد الرحمن بن غيث. دارت الدوائر، ترى يوم يقولك الدنيا دوائر، الدنيا يوم لك يوم عليك، الحين من اللي افتقر؟ راعي شقرة افتقر، قال حق حرمته ولد الأسد، يا بنت عمي وانتو يا عيالي، تراني أنا أبوي بودركم الحين في شقرة، انتو تعرفون أنا أبوي ما عندي عشاء عشية، لكن أبوي إن شاء الله أني أنا بسير الرياض، يقولون في الرياض يبنون في الطين والناس تبني وتعدل، وإن شاء الله أني بكد هناك في الطين وببني ويلي يبنون، وإن شاء الله أني برد لكم بالخير الوفير. ركب أبوي مطيته توكل على الله. ابن الأسد سعود بن الأسد ظاهر عنثر ترف وعنثر غنى وعنثر خير وعنثر عز ومعزة، أجمل على الرياض، ولأنها الدنيا ميصة وغبرة وطين، بيسأل العمال هل يشتغلون، بيدور ما بينهم، استحى حتى يجلس بينهم، رجال طول وبياض وشكل ورنق، ما خطف عليه يوم من أيام العثرات، كيف بيجلس ويا هالكولية؟ شو بيسوي؟ حتى ما برايم حتى يسألهم عن وظيفة ولا عن شغلة، هو يبقى أي شغل، لكن ما توقع أنه بتوصل به المواصيل، أنه بيدور ويا الحماميل ويا الحمالي ليقصون ليكسرون الحصى وليسوون اليص، يعني معقولة أني أنا يا سعود بن الأسد من عقب هاك العز بيلس أسولف ويا هل بالميصة الغبرة والغيرة لين أركبهم وتشلح ملح حالتهم؟ لا، المراد سعود بن الأسد ما هانت علينا نفسية لسوية الحماميل هناك في الأصبخة والغيلة المكان اللي يدورون
الأشغال العرب يعني الناس اللي يدورون الأشغال يلسون في مكان ما هان علي يلسوا وياهم عزل علم عمر عليهم وتشطن تحيدون أول يربط صفرت من الشروف هذا يركبه ويلس يا ريال قال سلام عليك قال عليك يا عليك السلام قال ايش عندك يا لسلي قال لأبوي أنا يا من هجرتن بعيدة اسمها شقرة وأنا يا أدور لي شغل قال بلاك ما تصير عند الرياي اللي هناك بلاك ما صرت ويا الأواد اللي يدورون أشغال قال أنا أبوي تعبان وأنا وحش أنا ما داني العرب ما أحب يسوي العرب اللي يدور أشغال قلت بعزل عمري لأن العيب في أنا بالعيب العرب أنا وحش وما جارب هالرجال الحين أنت تدور شغل لو ما تدور قال أدور شغل قال عندي شغل كان الشغل صعب قال ما يصعب علي ما يصعب علي شيء أنا قدها قال الشغل متعب قال أنا عند وجهك أنا ما جيت من شقرة إلا لأجل أدور الرزق الحلال وأدور لي شغلة كد على أهلي وأهل بيتي قال أكيد أنت بتروم على الشغل قال أروم ونص أفعل قال العيلة تبعني تبعه يوم وصل جد أولادنا هاك القصر العود طابقين شيء طبيعي من طين قصر حوشه مركب خيل دخلها في الحوش الله يعزكم ولأنه قال هذه الحمارة وهذا حين الحوش وكل هذا درس هو عبارة يعني درس معروف أنه فيها في روث غنم وحمير ورتشاب وخيول قال تنقلب وتنظف هالحوش كامل من الروث هذا تشله هذه الحمارة عندك وتشوق لأبوي بالسماد هذا من هالمكان وتنظف هالحوش كله قال إن شاء الله ما يهمك هي محتاج شو بيسوي على هالحمارة قال على هالحمارة وآزم سعود ابن الأسد من عقب هاك العز وهذاك الصيت وهاي الميالس وهاك الحلغان من اللي شاهدها يكود أبوي السماد يكود أبوي يكود السماد في الوزر ويحطه في الزمال اللي على الحمار ويسوق ومن يصبح لين يمسي هي لبيس إلا دمبك ساير دمبك ياي يعني. دمبك ساير دمبك ياي يعني. وعلى هالمنوال طول الوقت مال من يصبح لين يمسي ينظف الحوش هاك العود حوش قصور الرياض عادة قصور الرياض الأول كل قصر تركض به الخيالة أربعة أيام وكلها من طين ومن دورين موجود لين اليوم شيء منهن لين اليوم لين بكرة على عمل بحرهن لين اليوم على سكت الأولية على عمل بحرهن الأولي والرياض وصيف الرياض وقيض الرياض يا سلام سلم الحرارة توصل فوق 60 وجريب 60 ودون بين 50 و60 توصل حرارة والحر حدث ولا حرج عيز آخر شيء آخر النهار مرة بينقع راسه سعود من الأسد دور ظله ما شيء ظله عنده الحمار كان بويل استحط ظلت الحمار توه بيختل توه بتغمض عينه ولأنه يبول الحمار على ثيابه وعلى راسه لا حول قوة إلا بالله بال الحمار على سعود ابن الأسد من كثر التعب ليه فيه ميت من التعب فقير وين بيصير لكن توصل مواصيل أن الحمار يبول على سعود ابن الأسد لا إله إلا الله شوف الدنيا ربي شو حالة ابن الأسد هاي الساعة نشلك واجف ويحط راسه على ظهر الحمار بيس يا عين هلو يا عين هاتي يا عين هلو يا عين هاتي ارحموا عزيزة قوما ذل من عقب ما هو يامر وينهي توصل المواصيل أن الحمار يبول على راسه شوف الدنيا كيف دارت تم حاط راسه على ظهر الحمار ويصيح يصيح مدنج على ظهر الحمار ويصيح يا عين هلو يا عين هاتي يقول إلي قبلت بعض الحمام على الوتد الدنيا يطري إلى قبلت بعض الحمام على الوتد وندبرت بال الحمار على رأس الأسد يطري عمره حليل حليل شوفوا بالله عليكم مثل عمره إن الدنيا يوم قبلت بعض الحمام ما بعض الحمام على الوتد وندبرت بال الحمار على ابن الأسد
شبه الدنيا. شوف بالرغم من الحمامة مستحيل انها تبيض على الوتد، لكن يوم تجبل عليك الدنيا تبيض ونص، تبيض غصب عن اللي ما يرضى. يوم الله يكتب تبيض حتى على راس الوتد، يوم الله إرادة الله، لكن يوم الله ما يريد هذا منو اللي خطف؟ خطف التندين الفورمان، تندين اللي على القصر، ويسمع الرجال هذا ولد الأسد يصيح ويعيد هالأبيات. الدنيا يوم أقبلت، الدنيا يوم أقبلت بعض الحمام على الوتد، ويوم أدبرت بال الحمار على رأس الأسد، ويعيد ويكرر ويعيد يزيد ويعيد يزيد، وهو ساير يسوق على هالمنوار. شل الرمس حارة ما بردت ويبلغها معزبه. التندين ليايب العامل صار حق راعي القصر، قال له طال عمرك سمعت كلام غريب عجيب، العامل اللي بنان حن ينظف الحوش هذا ما يقول لقبل الدنيا من أقبلت بعض الحمام على الوتد، وندبرت بال الحمار على بالأسد. يقول عاد حق منو؟ حق معزبه. قال له وين هذا العامل اللي ترمس؟ أنا قال له هذاك وي هذا ما يقول. قال وده عطوه ثياب وسبحوه خليه يتسبح ويتلبس ويتنظف ويبه. صاحب القصر هذا اللي من دورين الطين القصر العود، هذا عبد الرحمن بن غيث. قال له يبه يا ابو الرجال، يا الرجال عبد الرحمن بن غيث غرته الدنيا ونسى الدين اللي عليه ونسى انه كد متدين من فلان ولا علان. قال له خليه يجيب هياي، هذا الحين ما يعرف شو السالفه. عبد الرحمن بن غيث يوم اجبل عليه سعود بن الاسد، ولان العين بالعين هذا منهم عرف ربيعه، هذا منهم عرف ربيعه، ما انكر المعروف عبد الرحمن بن غيث. آزم أبوي يلوي على ولد الأسد ويحط خشمة في علبة ويتنشقه وصيح ويا عين هاللي ويا عين هاتي، سامحني يا ابن عمي الدنيا نستني، ما دريت باللي استوى، عزلت عمري عن العرب وآزمت له في كرم ورديت على علومي الطيب الأولية، لكن ما تدهنت بالدين اللي علي، وتم تلوم بالحال اللي قال إليه ولد الأسد. وازم الصياح ماله حد ويا عين هل ويا عين هاتي، قال علي رفجه يا ما تشتل من هالمكان ولا تحترج، بنندبح الرشايب تصير شقره وتيب هلك من صغيرهم لين كبيرهم بعلمهم بخبرهم، وتازم مياورني دبه حياتي لك مالي في هالقصر، لك نص من حلالي لو تباكل ما عندي مشكله. قال لا فعليك اللي تامر علي، وطرش ابويا الرشايب تنقل هل سعود بن الأسد من شقرة لين الرياض، وعاشوا على الله يسلمكم الفريجين في بيت واحد، أنت يا عبد الرحمن بن غيث وأنت يا سعود بن الأسد في قصر واحد جاسمه، وعاشوا عيشت وحدة ما فرقهم إلا الموت. سبحانك يا رب. وهذا يوم يقول لك الدنيا دواير والدنيا ما تدوم الحد والدنيا شبه محول، يعني ولو دامت لغيرك لا ما وصلت إليك. هذا حال الدنيا، الدنيا ليس مامونة ولا دمي ما يطغى ولين ويمشي ويعد خطاه، مهما ييك من جاه مهما ييك من منصب مهما ييك من معزة، تذكر أن الله سبحانه وتعالى هذا الشيء مأتمنك إياه أمانة، ترحم الأولي والتالي وتذكر المعروف، والطغى الطغى ما الله آمر به أبدا. فكل إنسان يطغي رب العالمين يرد كيده في انحرى، والدنيا دواير. وهاي القصة أمها وهذه أبوها. يلا تصبحون على خير، بس عاد عليكم.